بشارع قصر النيل. احتجاز كل من خالد علي وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية واحمد فوزي الامين العام السابق للحزب المصري الديمقراطي داخل صالة جوازات مطار القاهرة الدولي بدون ابداء اي اسباب. احالة 12 متهم للمفتي في احداث اسم مطايب بالمنيا. الحكومة اجراءات ترشيد دعم الطاقة تمت بعلم البرلمان. دفاع متهمي خلية اوسيم يدفع ببطلان التحريات والتحقيقات. تسجيل محاكمة 6 متهمين في أحداث دار السلام لجلسة 25 سبتمبر. حبس 26 من مشجعي الزمالك وحجز 237 آخرين في أحداث برج العرب. إضراب العشرات من سائق النقل الداخلي بسبب العلاوة في المنوفية. تأجيل محاكمة 30 متهم بخلية أوسيم لجلسة 19 سبتمبر. البرلمان يناقش وزير الصحة في مواد عصير الرمان المسرطنة. حبس 17 مشجع أهلاوي بتهمة حيازة تيشرتات حمراء وضع عليها شعارات 72 و74. حريق ضخم بمركب على متن 40 سائح بالغردقة. 25 يوليو النطق بالحكم في قضية المحامين السبعة المتهمين بالتظاهر لرفض اتفاقية تيران وصنافير. محامون يتقدمون ببلاغ للمحامي العام لوقف الانتهاكات ضد طارق حسين. خالد علي يحصل على درع الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد. السيسي الوفد إيطالي سنقدم قتلة ريجيني إلى العدالة. مسلمي تركستان تطالب الطيب بالتدخل للإفراج عن طلاب الإيغور. التايمز الحصار السعودي يأتي بتأثير معاكس مع نصرة القطريين لأمرهم البطل. عشرات المستوطنين يقتحمون باحات المسجد الأقصى تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال صباح اليوم. قوات الاحتلال تهدم عمارة سكنية في بلدة العسوية بالقدس المحتلة قبل قليل. الأمم المتحدة تحذر قطاع غزة قد يكون غير صالح للحياة. المونيتور الحرب الجديدة بين إسرائيل وحماس قاب قوسين. إسرائيل تجدد اقتراح شبكة قطارات تربطها بدول الخليج. العفو الدولية تتهم حكومة العبادي بجرائم ضد المدنيين بالموصل. واشنطن والدوحة توقعان على مذكرة تفاهم خاصة بمنع تمويل الإرهاب. مستوطن يدهس شابا من بلدة العزرية. صحيفة الجارديان البريطانية غضب الغزاويين يتزايد. مقتل 16 شخص في تحطيم طائرة عسكرية أمريكية بولاية ميسيسيبي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم. حلقة جديدة من مع معتز. والله التأخير ما بسببنا، أنا يعني الناس بتشكي، والله ما بسببنا، يعني مش بسبب البرنامج بس بسبب طبعا يعني كان عندنا مشكلة فنية واسفين جدا والله. حتى عمرو بيقول لي رئيس التحرير بيقول لي يعني احنا اكتب يا عم للناس قول لهم مشكلة فنية، قال لي يعني الناس زهقت من كتر المشاكل الفنية، فسامحونا والله ما بذنبنا واسفين جدا على التأخير. في كل الأحوال البث المباشر عن طريق الإنترنت في الرابط اللي بيظهر قدام حضرتك، وكمان البث بدأ على صفحة الفيسبوك الخاصة بقناة الشرق وصفحتنا الشخصية وعلى حساباتنا على تويتر، وعن طريق تطبيق أخبار الشرق على كل هواتف الذكية تقدر تشوف البرنامج بسرعة كويسة جدا. نتمنى البث بس يكون مظبوط. على بركة الله أبرز العناوين. في زمن السلام الدافئ إسرائيل بتخطط لشبكة قطارات بينها وبين الدول العربية. في وسط البلد في عز الزحمة ومن حباب عينين الأمن ملثمون يسطون على شركة صرافة. في ظل نفي الأزهر علماء تركستان تطالب الطيب بالإفراج عن طلابها المعتقلين في مصر. هل تنزع زيارة وزير الخارجية الأمريكية فتيل الأزمة الخليجية؟ سيد بيسأل على البث المباشر، سيد يسري، معقولة مصر جاي عليها أيام أصعب من اللي احنا عايشينها دي؟ الناس بتكلم نفسها، اللي معاه واللي مش معاه.
للأسف يا سيد، أنت عارف لو بتتابعني بسيط جدا هتعرف إن أنا مش من الناس اللي تتمنى إطلاقا التبشير بأي شر، لكن للأسف الشديد إنه اللي جاي أصعب. يعني الوقت اللي حضرتك شايف الناس بتتكلم فيه بعضيها وبتتكلم فيه نفسيها، اللي معاه واللي ما معاهوش، للأسف اللي جاي أصعب للأسف الشديد. إذا إيه شرط إن اللي جاي يكون أصعب؟ إذا إحنا ما تحركناش. ببساطة يعني اللي جاي أصعب بكتير. الوضع بص حضرتك، لسه مزود الفايدة من يومين، تعرف إن الوضع بعد الحضيض ب115 شارع. أبرز التصريحات. يحيى الأزاز: أدرك أننا في حالة حرب غير متكافئة مع سلطة مفرطة. سلاحنا القلم واللسان، وسلاحهم الرصاص والقنابل. قبل ما تطلبونا بالصمت، طلبوهم بالعدل واسترداد الأرض. نيفين ملك: حرية الرأي والتعبير لا تعني الوقاحة. جمال عيد عن توقيف خالد علي في المطار: دولة بوليسية. عيد المرزوقي: كل من يتحدث عبر إعلام النظام ويطالبون بتهجير ما تبقى من سكان سيناء، جميعهم يتحدثون بتوجيهات المخابرات. ما مصلحة المخابرات في سيناء فارغة؟ ناصر الدويلة: لا تتعجبوا من وقوفي أنا وكل الشعوب الحرة في العالم مع قطر، لأننا نريد أن نقول للحكومات لن تنطلي علينا التلفيقات والدجل الإعلامي، كفى تهورا. وزير الطيران: ملف مطار النزهة في يد جهة سيادية. وزارة الصحة: عندنا ألبان أطفال مش عارفين نوديها فين. عمر مروان: لا نية لتعديل الدستور أو العدول عن مشروع الضبع. القاسم: إسرائيل، مهندس الاتفاق الروسي الأمريكي حول جنوب سوريا. زياد العليمي: احتجاز خالد علي وأحمد فوزي بمطار القاهرة. بشير العدل: انقسام مجلس النقابة يؤثر على مصالح وحقوق الصحفيين. وثائق CNN تؤكد تعمد قطر خرق كافة المواثيق. عمرو حمزاوي: ضحايا ليبيا المصريين، الوطن لم يوفر لهم فرص عمل آمنة. نجاد الورعي: لا يحق للحكومة انتقاد علاقات دول عربية بإسرائيل. معصوم مرزوق: أوضاع سجون مصر عار. مالك عدلي: السياسة حق مش جريمة. وزير المالية: لا يمكن تحديد موعد معين لانخفاض الأسعار. مستشار بن زايد: تفوقنا على مصر.